أمير عبده وعد فأوفى، إنجاز تاريخي حققه منتخب موريتانيا بالتأهل لأول مرة لدور الستاشر بكأس الأمم الإفريقية في الثالث مشاركة للمرابطين. أمير عبده قال قبل مواجهة الجزائر إنه عايز يكرر الإنجاز اللي حققه مع جزر القمر لما تأهل معاهم لدور الستاشر في أول مشاركة لجزر القمر سنة 2021 في الكاميرون. أقصى وقتها أمير عبده منتخب غانا من دور المجموعات، وهو نفس اللي حققه المرة دي بإقصاء الجزائر. أمير عبده صاحب 51 سنة، المولود في مدينة مارسيليا الفرنسية. بدأ مسيرته التدريبية سنة 2010 مع أندية هواة فرنسية قبل ما يرجع لبلده جزر القمر ويقود المنتخب سنة 2014. سنتين بس قدر أمير عبده يقود فيهم جزر القمر للتقدم من المركز 193 عالميا في تصنيف فيفا ل 127، وسنة 2021 حقق الإنجاز التاريخي لجزر القمر بتجاوز دور المجموعات بكأس الأمم علشان ياخد أعلى وسام في البلد، وده في نفس الوقت اللي كان بيدرب فيه فريق نواذيبه الموريتاني. وفي مارس 2022 تعاقد الاتحاد الموريتاني مع أمير عبده علشان يحقق رقم قياسي بعدم الخسارة ل 15 مباراة متتالية مع المنتخبين الأول ومنتخب المحليين لموريتانيا من مارس 2022 ليناير 2023. والنهاردة أمير عبده بيقود موريتانيا لإنجاز تاريخي بعبور دور المجموعات وتحقيق أول فوز في تاريخ المرابطون بكأس الأمم. تفتكر موريتانيا تقدر تكمل مفاجأتها في كأس الأمم؟